مساء الخير عليكم جميعا، أرجو إن كلكم تكونوا بخير وبصحة كويسة إن شاء الله. محاضرة النهاردة يا جماعة هتكون محاضرة خفيفة وإن شاء الله يبقى فيها معلومات قيمة بالنسبة لكم، وأرجو إن الفايدة تكون كبيرة بالنسبة لكل واحد فيكم. هنتكلم الأول على يعني هتكلم على نفسي الأول نبذة بسيطة، أنا مين؟ أنا اسمي فريد محمد خطاب، فريد خطاب بالحروف الإنجليزي على الفيسبوك. أنا معالج بتوازن الطاقة من سنة 2001 زي ما أنتم شايفين هنا مكتوب. بنتكلم على شهادة، أنا مهندس كيميائي من خريج جامعة القاهرة. الجروبات اللي بنتعامل من خلالها على الفيسبوك العلاج بالأحجار وتوازن الطاقة بطريقة البندول، فريد خطاب انرجي بالانس. والجروب التاني ده معمول احتياطي للجروب الاولاني، يعني اللي بيها لو لا قدر الله حصل شيء للجروب الاولاني يبقى عندنا حاجة نبتدي منها. الجروب التالت حلول الحلوين، ده بحط فيه الحلول اللي انا بصممها وانفذها وبنستعملها في توازن الطاقة العلاجية وفي نقل الطاقات. هتاخدوا بالكم في 4 صور او 5 صور محطوطين تحت هنا. الصورة الأولانية اللي هي إيه؟ سنة 1950، دي تاريخ ميلادي. بعد كده الصورة دي 77، دي أعتقد كانت في المكسيك. الصورة اللي بعديها 2013، ودي الصورة ده هي كانت بعد لما بدأت إن أنا أعمل موضوع نقل الطاقات ونقلت لنفسي طاقة الجمال. طبعا كلنا بنحب الجمال، يعني حاجة طبيعية يا جماعة، سواء جمال النفس، جمال الشكل، ايا كان جمال الاخلاق، جمال الشام، كل الحاجات دي كلها. قانونا زي ما انتم شايفين 1950 ونحسب النهارده، يعني قانونا انا عندي 64 سنه. ولكن هتاخدوا بالكم المستهدف هنا 21، ده بيتحقق بالمخ او العقل والقلب، وممكن نعمل كل ده يا جماعه بتوازن الطاقة. والسبب ان انا بحط الرسومات دي كلها ان انا يعني عايز اوصل لكم رسالة ان كل واحد هنا وكل واحد بيستمع الينا ممكن ان هو يكون في العمر اللي هو عايزه. انا بالنسبة لي اخترت 21 لان العمليات البيولوجية في الجسم بتكون احسن، فهي ده بالنسبة لي انا. لكن ممكن بالنسبة لحد تاني يفكر لا انا عايز مثلا 16، انا عايز 20، طبقا لذكريات كل شخص. فكل واحد فينا يا جماعة بينقي الحاجة اللي تعجبه، فدي حاجة من الحاجات اللي ممكن تتعمل بتوازن الطاقة. في حاجة تانية بعملها، عيادة نور الحياة للعلاج بتوازن الطاقة، وبنعملها كل يوم 2 من كل اسبوع، وبنعلن عنها في الجروب بنعملها الساعة 7، 7:30 على حسب الارتباط مع المحاضرات. انا الحمد لله كتبت كتابين، والكتابين باللغه الانجليزيه. اول كتاب اللي هو How to Raise a Super Kid، ده كتاب انا كتبته علشان يساعد الام والاب في تنشئه اولادهم، في افكار قيمه. والكتابين انا كتبتهم 2006، والكتاب اللي هو الخاص ب How to Raise a Super Kid موجود على الجروب عندنا ومتاح لو حد عايز يحتفظ بيه ممكن يعمله داونلود ويحتفظ بيه عنده ويقراه ومتاح مجانا. الكتاب الثاني سيلف هيلينج انرجي، ده يعني بتكلم فيه على توازن الطاقه واستخداماتها وكده هو، ولكن كتبتهم سنه 2006. في 2006 يعني 9 سنوات مضت. توازن الطاقة الحمد لله ربنا فتح عليا بحاجات كتير قوي اكثر بكثير مما في الكتاب. فبمتابعة المحاضرات هتعرفوا كل اللي في الكتاب واكتر، والكتب موجودة على amazon.com. الرابط، بص هقول لك حاجة يا ناصر، نسخة من السلايد من الباوربوينت سلايدز اللي انا بشتغل منها دلوقتي موجودة عند جنب الاعلان للمحاضرة، فممكن تعملوا داونلود للرابط للملف ويبقى عندكم محتفظين بيه. دي بعض المنتجات مش هنتكلم عليها دلوقتي.
من المنتجات الجميلة جدا الصور العلاجية لأعضاء الجسم يا جماعة، ودي حاجة برضو اللي يتعلم توازن الطاقة ممكن يعملها. يعني هناخد بالنا من أول صورة الأعلى اليسار، منطقة الصدر. يعني لو أي حد عنده في منطقة الصدر ألم أو عرض، كل اللي عليه يعمله يبص للصورة دي من 5 لـ10 ثواني، مش أكتر من كده. الشرط الوحيد انه يكون سامح للطاقة انها تعالجه ويتم العلاج باذن الله. الصورة اللي تحتيها للرأس، اي حد عنده مشكلة في الرأس واللي اللي عليه يبص على الصورة الخاصة بالرأس. بعد كده الثدي الايسر والثدي اليمين، وبعد كده الشعر. لو حد عنده مشكلة في الشعر كل اللي عليه انه هو ينظر الى هذه الصورة، ولو حد عنده مشكلة في الكاحل الايسر برضو ممكن ينظر لهذه الصور. والصور دي زي ما قلت لكم موجودة في الباوربوينت بريزنتيشن اللي انا بتكلم منها دلوقتي، وزي ما قلت موجودة على في المكان عندكم في الجروب، وهيبقى في لينك ليها بعد لما نسجل المحاضرة ونرفعها على اليوتيوب ان شاء الله. ده حلول الحلوين، العقد، الخاتم، السويرة، يعني بديكم شوية افكار من الحاجات اللي بعملها. كل المحاضرات السابقة موجودة على اليوتيوب، كل اللي عليك تبحثوا على فريد محمد خطاب وهتلاقوا كل المحاضرات بتاعتي. نيجي بقى لإيه؟ للمحاضرة بتاعت النهاردة يا جماعة. توازن الطاقة العلاجية والبندول، أو البندول وتوازن الطاقة العلاجية. استخدام البندول يا جماعة، لا الكتب باللغة الإنجليزية فقط يا مريم. نعمل ايه قبل ما نبتدي نتكلم على يعني ايه هي توازن الطاقة ونشرحها؟ التطبيقات الاخرى، الحاجات، يعني انا بحاول احفزكم ان المجال كبير قوي، وهنوصل في الاخر ان احنا ممكن نستعمل توازن الطاقة في كل اوجه حياتنا كلها. في حاجة اسمها البندول العقلي، نستخدم العقل بننقل الطاقات. يعني مثلا حد عايز طاقة الجمال، طاقة الثقة بالنفس، دي حاجات من اللي ممكن تتعمل بتوازن الطاقة. الوزن المراد، كل الناس عايزة وزن معين، هي كل الناس بتقول عايزة اخس، بس الفكرة كلها ان بيبقى بيقول عايزة اخس بدون تحديد هدف. فلازم بنتكلم بتوازن الطاقة ان احنا بنحدد الهدف وبعدين نسعى اليه، لان لما الهدف بيتحدد يا جماعة العقل بيبتدي يشتغل. توازن الطاقة للمكان، تحسين علاقات بين افراد الاسرة او زملاء العمل او قاعات المحاكم او الاصدقاء عامة. ممكن نعمل توازن طاقة للطيور، للحيوانات، للخيول، الحيوانات الأليفة، التخلص من الفيروسات، التخلص من استعمال السكر والملح في الأكل، توازن الطاقة للأكل والمشروبات، وطاقة تجديد الخلايا. فدي يعني نبذة بسيطة عن الاستعمالات اللي ممكن نستخدم فيها توازن الطاقة. أول حاجة يا جماعة توازن الطاقة، أول شق منه توازن الطاقة هو علاج. والعلاج يا جماعة ليس مطلق، بمعنى ايه؟ ان العلاج ينفع او ما ينفعش طبقا للشخص اللي انا بعالجه. وبعدين الشفاء من الله، مش يعني مش انا اللي بشفي، وربنا سبحانه وتعالى قايل واذا مريض فهو يشفين. فطبعا ما دام ربنا هو اللي بيشفي، من الطبيعي والمنطقي ان ربنا ما بيستخدمش كيبورد لتنفيذ الشفاء. وبعدين من الكلمتين اللي انا قلتهم دول ان ربنا سبحانه وتعالى وضع بداخلنا جهاز اسمه جهاز شفاء ذاتي، هو اللي يقوم بعملية الشفاء. يعني اديكم مثل بسيط قوي، يعني الواحد مثلا وهو ماشي يروح خابط رجله في ترابيزة، في الباب، في اي حاجة، فبتوجعه. الجسم على طول بيروح مطلع مورفين لمكان الألم لتسكين الألم. والنظام الكيميائي أو النظام الصيدلي لتقريب المعنى موجود في الجسم، في مصانع صيدلية بتعمل كل ما ممكن تتخيلوه للوصول للشفاء. الطب وصل لما يسمى جهاز المناعة. طبعا جهاز المناعة ده جزء من الجهاز الكلي اللي هو جهاز الشفاء الذاتي، وما زالوا على القشور برضه، يعني لم يصلوا الى اكثر من القشور.
الشق الثاني بتاع الموضوع يا جماعه، احنا عندنا الخلايا، جسمنا مكون من خلايا، وكل خليه فيها جزء سالب اللي هو الالكترون وجزء موجب اللي هو البروتون. فلما بتوجد سالب وموجب بيبقى زي البطاريه، بيعمل مجال كهرباء الاول يتبعه مجال مغناطيسي، ومحصله المجالين مجال كهرومغناطيسي. جسم الانسان فيه حوالي 300 تريليون خليه. في العقل بس، الله اعلم العقل فين او المخ، فيه حوالي 100 تريليون، والتريليون فيه 12 صفر. فالفكره كلها ان المفروض الطبيعي ان المجال يبقى كويس، والطبيعي الاخر ان جهاز الشفاء الذاتي يكون بيشتغل كويس، يعني بيشتغل 100%. ولكن الحياه التي نعيشها يا جماعه فيها كثير جدا من السلبيات، واولها الموبايل، اظن كلنا عارفين الموبايل. تاني حاجه تانيه الاسلاك الكهرباء اللي في الحيطه، اسلاك الكهرباء اللي موجوده جنب راسنا واحنا نايمين، في فيشة كهرباء موجودة، قال يعني بيعملوا لنا خدمة عشان نحط الحاجة تبقى جنبنا واحنا نايمين. فكل الحاجات دي بتأثر على المجال الكهرومغناطيسي. وبعدين أقول لكم حاجة هنا يا جماعة، يعني لو أنا مثلا وحد منكم مثلا قاعدين في نفس المكان، المجالات القادمة، في مجالات بتبقى جاية من الموبايل ومن الكهرباء ومن الطاقات، الأشياء اللي موجودة في المنزل عندي او في المكان اللي انا قاعد فيه، وفي طاقات بتاتي من السماء، من الكواكب، من الشمس، من القمر، من تحت الارض، من المناجم، من الانهار اللي تحت الارض. في طاقات كتير قوي، صعب ان احنا نحصر الطاقات جايه منين. ولكن العامل المختلف بيني وبين اللي قاعد جنبي هو المجال بتاعي. فاللي بيحصل ايه؟ لو اجمالي محصله كل المجالات دي كانت ايجابيه معايا يبقى انا هبقى كويس. لو كانت سلبيه في الشخص اللي قاعد جنبي هيبقى مجاله هيختل، ولو مجاله اختل جهاز الشفاء الذاتي كفاءته تنزل ويتمكن منه العرض. والحمد لله يا جماعه تم علاج كتير قوي من الامراض بتوازن الطاقه، سرطانات انواع كتير قوي، سرطان رئة وسرطان الثدي وسرطان المبايض وسرطان الامعاء ولا القولون، حاجات كتير قوي حصل كده. والميه الزرقاء اللي هي الجلوكوما، روماتيزم، نقرس، تاخر الحمل سواء سبب الزوجه والزوجه، تهدئه النفوس، دي مهمه جدا يا جماعه، اللي هي العلاقات بين الناس. لما الواحد بيعمل توازن الطاقه للمكان بتهدأ النفوس وبين الاشخاص في نفس المنزل او بين العائله والاقارب، الام الظهر، الركب، امراض القلب، الحروق، ارتجاع المريء، كتير قوي من الامراض. ف دي عينه من المنتجات دي بنعملها، دي مولده للطاقه العلاجيه، وستيكرز الطاقه عشان نشيل الاثار السلبيه من الكهرباء اللي داخل المنزل. هنا بقى نيجي للبندول يا جماعه، يعني الصور انتوا شايفين في الصور اهو، ده بندول اهو، ده اللي موجود في الصوره، ده واحد، وفي منه الصغير، يعني شوفوا حتى الحجم للمقارنه، يعني في واحد كبير قد ايه واحد صغير، وباين في بندول تاني. ما هنوصل للكلام ده يا مريم ما تقلقيش، هو ده هدف المحاضرة النهاردة. وده بندول تاني، أشكال أخرى أهو، الشكل اللي موجود على الشمال اللي هو ده، في أشكال أخرى ممكن من الكريستال يا جماعة، أنا وريتهم لكم دول معمولين من النحاس، لكن ممكن نعمل من كريستال. واحد برضه ده لسه اخر بندول انا اشتريته اللي هو ده، ده بندول جميل جدا، وان شاء الله انا بصدد ان انا اعمل انواع مختلفه من البندول،
هما مش انواع يا جماعه، البندول هو نوع واحد ولكن في اشكال مختلفه. وبنلاقي يعني اقرب تشبيه اقوله لكم بالنسبه لانواع البندول، قصدي اشكال البندول، زي ما الواحد مثلا بيشتري خاتم، زي مثلا خاتم اهو ده خاتم، ممكن واحد يشتري شكل مختلف، او في ناس مثلا ممكن يجيب اسوره، قصدي عقد او اسوره يعني. فاحنا بنشتري الاكسسوارات طبقا لمزاجنا، للحاجه اللي بتعجبنا. البندول برضو يا جماعه نفس الشيء. البندول بكل بساطه يا جماعه هو يعني احنا هنعمل هعمل هوريكم ازاي بنعمل البندول دلوقتي. البندول يا جماعه زي ما انتم شايفين هو كله خيط وتقل، حاجه تقيله في الاخر مش اكتر من كده. طيب وبالتالي مش هيفرق الشكل، الشكل يا جماعه ما يفرقش. هو طبعا كل شكل له طاقه، كل خيط له طاقه، كل حاجه في الدنيا يا جماعه لها طاقه، ولكن للغرض اللي احنا بنتكلم عليه طاقتنا احنا كانسان اقوى من طاقه النحاس الكريستال ايا كان الشكل. فعشان كده بقول مش يعني هو كل البندول نوع واحد، ما هو الا ثقل وخيط. طيب انا دايما بعمل يعني بعمل بندول عشان اوري الناس، العمليه بسيطه جدا لان دي حاجه، ولو انت عندكم خيط او حاجه ممكن تعملوا منها اتفضلوا اعملوا. يعني كلكم عارفين البرايه مش كده؟ البرايه اللي هي اللي فيها القلم الرصاص مش كده؟ عارفين البرايه؟ طيب هنجيب خيط، ادي ده خيط اهو. المواصفات بتاعت يعني الثقل انه يبقى اتقل من الخيط مش اكتر من كده. الخيط ما يزيدش عن 20 سنتي. وبعدين اروح ايه قاصص حته كده من الخيط. ادي الخيط اهو يا جماعه. وافوت اروح عامل بعمل لي عقدتين ثلاثه، عارف يا جماعه ما تفرقش العقد. عدد العقد مش هيفرق، هي الفكره كلها بس ان يبقى ايه؟ فاخدت بالكم ادي ايه؟ ادي عملنا بندوله اهو من البرايه. ايوه اي حاجه يا ابو حسين، اي حاجه ممكن تنفع. لان انا مش عايزكم يا جماعه ان انتوا تنزلوا تشتروا بندولات، لو لقيت شكل عجبك اشتريه، شكل عجبك اشتريه، يعني لا يمنع. لكن مبدئيا في الاول خلينا نعمل البندول بنفسنا. انا اول بندول عملته يا جماعه كان من قفل شنطه صغير ورباط جزمه، يعني مثلا ممكن نعمل كده من قفل صغير زي ده مثلا هينفع برضه. عشان كنت مستعجل لما اتعلمت سنه 2001 فروحت البيت كانت الدنيا خلاص محلات قبلت، فرحت عملت دورت في البيت لقيت لما لقيت قفل صغير وفكيت رباط من الجزمه وعملت بندول. وكله هيفي بالغرض. وبعدين استعمال البندول يا جماعه احنا بنعمل ايه؟ بنحط الخيط كله في راحة اليد زي ما انتم شايفين كده هنا، وبيبقى كده. وبعدين بفضل انزل، يعني تاخدوا بالكم بنزل لغاية لما ايه يجي على مرحلة معينة ويلف كده. فعملية يا جماعة بسيطة جدا، يعني مفيش ابسط من ان احنا عملنا بندول من برية يا جماعة. ممكن يتعمل من خاتم، لو حد عنده خاتم ممكن يستعمله كبندول، او زي ما ابو حسين قال عليه. ممكن طبعا يا اميره، ممكن اي شيء. يعني هو مواصفه البندول يا جماعه هو تقل وخيط، ومواصفات الخيط ان هو ينزل بسهوله بين صوابعي، دي مواصفاته.
وما زال يعني طوله بالكثير 20-25 سنتي، مش اكتر من كده. فدي حاجة من الحاجات اللي هي يعني ممكن نعمل بندول تقريبا من اي حاجة. وبعدين النقطة المهمة جدا يا جماعة، يعني خلي بالكم لو كتبتوا البندول على الانترنت هيطلع لكم كلام كتير قوي. هتبص تلاقي في بعض الناس يقول لك البندول ده بيعمل كذا، والبندول ده بتاع البحث على الاشياء، والبندول ده بتاع التخاطر، ويقول لك البندول النحاس احسن من الكريستال، والمعدن احسن من الخشب. كل ده يا جماعه قصدي زي ما انا قلت كل شيء له طاقه، بس بالنسبه للهدف بتاعنا مش هتفرق. ليه؟ لان الهدف من البندول هو التواصل مع العقل الباطن، وحركة البندول يا جماعة بتأتي من عقلنا الباطن او العقل الواعي، ما بتجيش من حتة تانية. البندول في حد ذاته يا جماعة، حاضر البندول يا جماعة التواصل مع العقل الباطن. عارفين يا جماعة لما بتشوفوا فيلم أجنبي بيبقى فيه ترجمة بالظبط، البندول ده هو ممكن نشبهه بالترجمة اللي بنشوفها على الأفلام الأجنبية. الهدف من البندول إيه؟ إن هو يترجم اللي في عقلي لصورة مادية بشوفها بعيني وبلمسها بإيدي. يعني هو ده الهدف من البندول. واللي بيخليني بقول كده هو ان انتوا عارفين ان انا كل يوم جمعة هندي محاضرة في توازن الطاقة. يعني هتبص تلاقي المرحلة التانية والتالتة ما بنستخدمش بندول، احنا بس بنستخدم البندول يا جماعة في الاول بس للتواصل مع العقل الباطن. بعد ما بنتواصل مع العقل الباطن ممكن نستخدم العقل لعمل توازن الطاقة بدون ان احنا نمسك بندول او حتى نتخيله. فدي نقطة مهمة يا جماعة، يعني انا معلش بكررها كذا مرة علشان مهمة. البندول عبارة عن ثقل وخيط. يعني موضوع البرمجة دهيت يعني هنتكلم عليها. يعني هو البندول يا جماعة بيعمل اللي انتوا عايزينه، وهو عبارة عن ثقل وخيط مش اكتر من كده. وبعدين هوريكم انا دلوقتي الـ يعني ثلاث مصادر يا جماعة لحركة البندول. اول حاجة العقل الباطن، العقل الواعي او الارادة او العضلات. يعني مثلا اهو ادي البراية، ادي البندولة، هحطه انا كده. نفرض ان انا عايز اعرف الزبزبة بتاعت فريد خطاب، ده الاسم اهو على الكرت. فاجيب البندول هنا وافضل انزل لغاية لما الاقي البندول في مرحلة معينة بيلف مع عقارب الساعة. ده واحنا بنبحث عن الذبذبة او الفريكونسي، يبقى في الحالة دي حركة من العقل الباطن. ولكن في نفس الوقت العقل الواعي ممكن يقول له اقف، هيقف. قول له لف عكس عقارب الساعة، هيلف. قول له لف فوق وتحت، ارجع لف مع عقارب الساعة. قول له اقف، بصوا. فده العقل الواعي انا بقول له يعمل ايه. الحاجه المصدر الثالث يا جماعه ان انا اعمله كده، ان انا الففه بايدي، من بالكم الفف ايدي. فهي دي الثلاث مصادر يا جماعه. واحنا بنكشف عايزين نعرف مقدار الذبذبه بنشتغل بالعقل الباطن. العقل الواعي ممكن اقول له اقف لف اي اتجاه زي ما انا عايز، او ان انا احركه بعد كده بايدي. فهي دي النقطة المهمة يا جماعة، يعني خلي بالنا من الحاجات دي كلها. وبعدين يعني تدريب سهل جدا، يعني عارفين
ما فيهوش اسرار، يعني هو تمرين واحد مفيش غيره. التمرين ده هو يا جماعه مهم جدا جدا جدا. بنجيب اللي هو زي ما انتم شايفين كده الورق، نجيب اربع ورقات، العقل الواعي انك بتقولي للبندول يعمل ايه يا مريم، والعضلات اللي هو انت بتحركيه بايدك، يعني بتحركي عضلات ايدك عشان يتحرك. وصلت كده يا مريم؟ وبعدين انا حاطط الاربع الوان دي يا جماعه، الازرق والاحمر والاصفر والاخضر. طب فرضنا ان حد ما معهوش ماركر يعمل الالوان دي، ممكن يقطع من مجله بقى الالوان ويحطها، ممكن واحد يعمل بورق الكوتشينه، ممكن الحاجه الثانيه، ممكن مثلا انا ما عنديش الالوان وما عنديش مقص وما عرفش اقطع حاجه، اكتب كلمه احمر الف ح م ر. هو الهدف من دي ايه؟ ان العقل يفهم او تصل الرساله للعقل ان انا بشتغل باللون ده، هو باللون الاحمر. فهجيب البندول، لو فرضنا هستخدم البندول ده هو زي ما انتوا شفتوا، انا بحط الخيط، بحط الخيط في راحه اليد، وبعدين بيبقى البندول كده، وادي الورقه اللي مكتوب عليها احمر، وانزل البندول عليها كده بالراحه لغايه لما يلف. اخد بالي يا جماعه من الطول، طول الخيط هنا. في التجربه اللي احنا بنعملها دهيت او التمرين دهوت يا جماعه، لما نيجي نعملها على الاحمر هيبقى له طول معين، في الازرق هيبقى له طول معين اخر، والاصفر طول مختلف برضه. وناخد بالنا ممكن نحط علامه على الخيط، او يعني نعمل اي حاجه او نقيسها، المهم نبقى عارفين الفرق بين مثلا الازرق والاحمر. الهدف ان احنا نعرف الفرق ايه يا جماعه، ان احنا بعد كده هنجيب الورقه اللي مكتوب عليها احمر او فيها اللون الاحمر، والورقه اللي فيها اللون الازرق، ونقلب الورقه ما نبقاش عارفين ايه هي الورقه، ونحط الكلام ده هو تحت مفرش، تحت كتاب، تحت اي حاجه، ونبتدي ننزل البندول تحت على اللون اللي هو اللي انا مش عارفه ايه هو. نبتدي ننزل، خلي الخيط كله كده، وبعدين نبتدي ننزل البندول يا جماعه. هتبصوا تلاقي لف كده، الطول ده مطابق عندي من التجربه اللي في الاول ان ده بتاع الاحمر، يبقى اللي تحت هو الاحمر. لو هو لف على الطول بتاع الازرق يبقى هو الازرق. يعني اخدت بقى الطول، لا مفيش طول مناسب يا فاتن، كله بالعقل. يعني الهدف من اختلاف الاطوال ده بس في التمرين ده بس يا جماعه، لكن مع استعمال البندول بتبقى كل الاطوال واحده. يعني هنا بنتكلم الهدف ان انا افرق بين لونين وانا مش شايفهم بالعقل. يعني ما تنسوش يا جماعه، احنا الهدف من البندول هو التواصل مع العقل الباطن. الى جانب كمان حاجه مهمه جدا، الثقه بيني وبين عقل الباطن ده مهم جدا. الثقه دي يعني مثلا اقول لكم حاجه، يعني حاجه كلنا بتمر علينا يا جماعه، اللي هي ممكن انا لبست وعملت شعري بقى، وطبعا بالنسبه للبنات هتحط مكياج، وانا بقى حطيت كولونيا وضبط نفسي ونازل، اجي وانا بفتح الباب يجي لي عقل الباطن يقول لي ما تنزلش. فانا اقول الله، بعد كل اللي عملته ده ولبست وعملت وضبط مش هنزل، لا هروح، هنزل وهروح المشوار. وتلاقي الحاجه دي يا جماعه حصلت لنا كلنا، ان احنا بننزل نروح المشوار ونرجع ونقول يا ريتنا ما رحنا، ما كانش له لازمه، ضيعنا وقتنا. ليه حصل الكلام ده يا جماعه؟
لان فعلا احنا مش متواصلين مع عقلنا وما عندناش ثقه في عقلنا. لكن لو احنا متعودين ان احنا نستمع الى عقلنا الباطن هنكسب كتير جدا. لا، حركه البندول مع في اتجاه عقارب الساعه. الفكره كلها يا جماعه مع عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه، ده طبقا للي انتوا عايزينه. يعني ما ممكن انا اقول وانا بحصل على الذبذبه عايزه يبقى عكس عقارب الساعه، هتبص تلاقي اول لما يجي عندها هيلف عكس عقارب الساعه، يبقى ده الطول. خدت بالكم؟ يعني يعني مش هتفرق كتير يا جماعه. انا بشتغل بالنسبه لي مع عقارب الساعه. عايزين تعملوا كده اوكي، عايزين تعملوا العكس اللي يريحكم. بص يا منى، منى بتسال ان العقل الباطن اللي هو الحدس. بص هقول لك حاجه يا منى، انا من الناس اللي ابتعد تماما عن المسميات. خليني ابتعد، انا ببتعد عن المسميات والالقاب. لا احب الالقاب، انا اسمي فريد خطاب. يعني بقول معالج بس عشان الناس تعرف ان انا بعالج. يعني ولا انا دكتور ولا انا مدرب ولا ما بحبش الالقاب عامه يعني. وفي نفس الوقت برضو ما بحبش التعريفات. ليه بقى؟ اقول لكم ليه يا جماعه، انا ما بحبش التعريفات او المسميات. لان كل مسمى ممكن يكون معناه مختلف من شخص لاخر ومن بلد لاخر. اعتبريه العقل وخلاص يا منى. هو اللي قسم العقل الباطن والعقل الواعي واللاواعي هو سيجموند فرويد، هو اللي عمل هذه التقسيمه. لكن حقيقه الامر هو كله عقل، وده اللي هو يوصل له. لكن حقيقه الامر فين؟ الله اعلم. العفو يا منى على ايه؟ اتفضلوا معانا. فهي دي الفكره يا جماعه. في اي سؤال على الجزئيه دي او على البندول عامه اللي اتكلمنا عليه لغايه دلوقتي؟ حاضر يا ابو حسين. العفو يا منى على ايه؟ طيب ابو حسين بيقول ملخص بسيط. حاضر. زي ما قلنا يا جماعه البندول ايه؟ خيط وثقل، مش اكتر من كده. نعمله بقى بقفل، نعمله في البرايه. البرايه ايه؟ نعمله ببرايه، نعمله بكريستالة، نعمله من نحاس، اي حاجة يا جماعة، نعمله بخاتم دهب. كل ما يفرقش يا جماعة بالنسبة للهدف اللي احنا عايزينه من توازن الطاقة، ما لا يفرق اطلاقا. ولا تستمعوا الى او الكلام اللي بيتقال على الانترنت. في ناس دول هدفهم ان هم يبيعوكوا البندولات كتير. حقيقة الأمر زي ما أنا قلت، كل شكل وكل مادة أو كل معدن أو كل خشب وكل كريستال له طاقة. بس بالنسبة للهدف بتاعنا، طاقتنا إحنا كبشر أقوى بكتير بمئات المرات. فما تفرقش بقى الفرق بين النحاس والذهب والكريستال والخشب، مش هي دي اللي هتفرق يا جماعة. وبعدين يعني أكبر دلالة يا جماعة إنها مش هتفرق، إن في المحاضرات القادمة هتشوفوا ان احنا هنستخدم العقل مش هنستخدم البندول. يعني بعد كده كل واحد فيكم بيبقى عنده اختيار، يستخدم البندول ولا يستخدم عقله، او يستخدم مزيج من الاثنين. كل واحد حر يا جماعه. حركه البندول هكرر تاني يا جماعه، بتاتي من ثلاث مصادر: العقل الباطن او العقل، واخدين بالكم؟ العقل اللي هو الواعي اللي هو انا بامر بيه. يعني مثلا العقل الباطن مثلا يعني اللي هو بيخلي القلب شغال، انا ما بديش امر اشغل قلبي ولا اوقفه. يعني لو فرضنا ان هذا هو اللي بيحرك القلب مثلا، خلي القلب شغال على طول، ما لو وقف هنموت.
او يخلي النفس شغال والرئه شغاله والكلى شغاله، كل الحاجات دي كلها الجزء اللي مشغل الحاجات دي هو ايه اللي بنسميه العقل الباطن. العقل الواعي اللي هو اللي انا برفع ايدي مثلا، بأمر عقلي ارفع ايدي او بنزلها، ده بالعقل. الحاجه الثانيه اللي انا بحركه، واخدين بالكم؟ فهي دي الثلاث حركات، ثلاث مصادر لحركه البندول. طيب بنيجي دلوقتي، طيب احنا عايزين نفهم نستخدم البندول ليه. البندول يا جماعه هدفه هو التواصل مع العقل، وفي نفس الوقت ان احنا يبقى عندنا ثقه في عقلنا. فاحنا بنعمل التواصل ده يا جماعه، يعني ممكن نشبه البندول زي الترجمه. لما بنشوف ترجمه في افلام اجنبيه بنفهم بيقولوا ايه باللغه الاجنبيه. هنا بالظبط البندول بيترجم اللي في عقلي لصوره ماديه اشوفها. ما انا هي الصوره دلوقتي اللي فيها الاربع الوان. طب بنوصل ان احنا نتواصل مع عقلنا ازاي يا جماعه؟ بنجيب اربع ورقات، يعني دي مثلا واحد ودي اتنين. معلش الخط تعبان يعني، طبعا انا ما اعرفش اكتب بالماوس. وده اللون الرابع، ممكن يبقى اي واحد، يبقى اي واحد منهم. مش هي دي الفكره يا جماعه. الفكره كلها ان احنا لما بنيجي ننزل البندول مثلا على اللون الاحمر مثلا، وبعدين زي ما انا قلت لو ما عندكوش الالوان اكتبوا الف ح ميم راء، ونيجي ننزل البندول عليها كده، يبقى ده طول الاحمر. ممكن الازرق يبقى الطول مختلف لو انا بشتغل على لونين، واخبي الورقه الزرقاء والحمراء واحط البندول في فوق مكان الورق بس الورق مش باين، وانزل البندول اشوف لو نزل عند الطول اللي انا عارفه مسبقا ان ده بتاع الاحمر، يبقى الورقه اللي تحت هي الحمراء. وضحت كده يا جماعه الاعاده؟ وضحت النقطه. شكرا يا زكي، الله يخليك. وناخد بالنا يا جماعه الكلام اللي انا بقوله ده مهم جدا عشان نقدر نكمل. يعطينا جميعا العافيه يا فاتن، الف شكر. في اي اسئله على الجزئيه دي يا جماعه؟ طيب اوكي، الله يخليك يا ابو حسين، شكرا. هنا بقى يعني عشان اوريكم يعني استخدام العقل يا جماعه مهم جدا. احنا كلنا عارفين ان في عقل، بنذاكر بيه، بنسوق العربيه بيه، بنطبخ بيه، بنكتب بيه، حاجات بناخدها يعني مسلم بيها. وبارك الله فيك يا هالة، الله يخليك. ولكن زي ما قلت لكم انا ضربت لكم مثل، يعني مثلا لما بيبقى عندنا ميعاد مهم تبص تلاقي ان احنا فعلا بنصحى لوحدنا، بنصحى قبل المنبه، ونبقى قبل ما ننام بقى بنقول لكل البيت اللي يصحى بدري صحيني، ونظبط المنبه ونظبط الموبايل، ولو عندك منبه على الكمبيوتر تظبطه. عملت الدنيا كلها منبهات، هتبص تلاقي نفسك تستيقظ قبل المنبهات دي كلها. ليه؟ لان الرساله وصلت للعقل ان انا عايز اكون صاحي عشان اقدر اوصل لميعادي مظبوط. وادي لكم مثل بسيط قوي حصل معايا وهو اللي خلاني ابتدي اتكلم على هذه الامثله. كلنا عارفين يا جماعه لما بنيجي نعمل شاي بنعمل الشاي في المطبخ، مش هنعمله في اوضه الصالون مثلا. فبنعمله في المطبخ وبنحط الغلايه او الابريق، بنحطه على النار، بنملى الميه او الشاي او ايا كان اللي بنملاه. طيب لما بنحط الابريق ما بنقعدش قدامه، بنروح نرجع على الكمبيوتر او نروح نعمل اي حاجه، نرد على التليفون او نعمل اي شيء اخر. فده كان بيحصل معايا كتير، ان انا على بال ما ارجع للشاي ابص الاقي الشاي غلي وفار ووسخ البوتاجاز. حصلت كذا مره، ففي الاخر بقى انا زهقت بقى، يعني هو انا كل ما اعمل شاي ابص الاقي يفور ويوسخ لي البوتاجاز واشيل
والحاجه سخنه واستنى لما تبرد وبعدين انضف. فدي كانت عمليه مزعجه بالنسبه لي. فانا قلت الله، طب عمليه بسيطه قوي، انا اقول لعقلي انا عايز ارجع المطبخ قبل ما يحصل الفوران. وفعلا ده اللي حصل يا جماعه. فانا عايزكم كلكم يعني تاخدوا المثل ده هو وتبتدوا تطبقوه لما تيجي مثلا حتى لو في الطبيخ حد بيطبخ حاجه معينه، تعطي امر لعقلك انا عايز ارجع المطبخ قبل ما الطبيخ يبوظ، قبل ما يتحرق، قبل ما يتلسع، على حسب اللفظ اللي انتوا بتستعملوه. فدي ده يعني ده ابسط مثل يا جماعه، اللي هو ان احنا استخدام العقل. يعني انا كل الهدف من الامثله دي ان اقول لكم ان عقلكم بينفذ يا جماعه. يعني مش حكايه برمجه يا هاله، هي انت بتقولي لعقلك اعمل كذا بيعمل وخلاص بقى، سميها برمجه، سميها فزلكه، سميها اي حاجه اللي يعجبك. انا بالنسبه لي ما يعني ما بحبش المسميات، بس انت حره طبعا تستخدمي المسميات زي ما انت عايزه يا هاله. شكرا يا زكي، الله يخليكم. فالحاجه الثانيه برضو يعني لما نبتدي، شكرا يا ايمان، لما يعني انا بقول لكم الامثله البسيطه دي ليه؟ لان اول لما احنا ندرك ان عقلنا قوي وان احنا بنقول له حاجه وبيعملها، ده طبعا بينفعنا جدا في شغل توازن الطاقه. لان بص العقل فعلا فيه قدرات خطيره جدا جدا جدا، ولكن احنا بناخد الامور مسلم بيها، انا بذاكر وبنجح وبروح الشغل واعمل الشغل وزي العربية وخلاص على كده. لا، العقل فيه اكتر من كده يا جماعه، فيه كتير جدا. يعني مثلا انا عايز اكل اكل مظبوط، عايز اوصل لوزن معين، ممكن اقول ان انا عايز اكل الاكل الصح، النوعيه الصح، بالكميه الصح، في التوقيت الصح، بالترتيب الصح. كل دي اوامر بديها لعقلي عشان اكل مظبوط. يعني خلي بالكم يا جماعه، كل اكل بناكله له تفاعل كيميائي في الجسم. لو انا اكلت ترتيب غلط، يا اما بطني هتوجعني او يا اما ما باخدش فايده من الاكل. لكن لو انا هاكل بالترتيب الصح هتكون الاستفاده اكتر وتكون صحتي احسن. اعطي امر لعقلي ان انا ما يخشش جوفي الا الشيء المفيد ليا. يعني احيانا برضو كلنا عينينا بتزور، او يعني بعينينا خصوصا يعني ممكن نلاقي حاجه شكلها حلو وتبقى معموله بمواد صناعيه ونبقى عايزين نفترسها ناكلها كلها، واخدين بالكم؟ فهو ده اللي انا قصدي، يعني احنا نحاول ان احنا نستخدم العقل اكتر من ان احنا ناكل بالعين. فاشوف ان انا ايه يعني ايه اللي انا عايزه يا جماعه. يعني الهدف من المحاضره دي اصلا بنتكلم على توازن الطاقه، لكن استخدام العقل ده اهم جدا، هو ده الاساس كله. الحاجه الثانيه بقى اللي انا يعني ما قلتهاش بس هقولها دلوقتي، لما بنيجي نستخدم البندول عشان نعرف الالوان مثلا، يعني الحاجة اللي هتساعدنا ان انا يعني في الاول هتبصوا تلاقوا يا جماعة، يعني انا اديلكم مثلا على نفسي، انا في الاول لو سنة 2001 لما بدأت اتعلم توازن الطاقة كنت اجي على الحاجة كده ابص الاقي البندول نزل، كله نزل ولا لف وما لفش ولا عمل حاجة، اروح حاطه تاني في ايدي كده واعمل يتزحلق وينزل كله. افضل قعدت يا جماعة 14 يوم بجرب. فلما حد فيكم يجرب يوم وما ينفعش ما يقلقش، جرب شهر ما ينفع، جرب خليك كمل المثابره والتدريب، هيشتغل يعني هيشتغل، لانك اعطيت امر لعقلك. فهي الفكره كل اول لما يشتغل يا جماعه خلصت، بعد كده بقى بنجري بسرعه الصاروخ. ياخد في الاول يوم، في ناس بتعرف تعمله على طول من اول ساعه، في ناس بتنجح انه يتحرك معاهم في اول يوم. أنا معايا أخذ 14 يوم، وهذا ليس عيبا،
وليس خطأ، فيشتغل زي ما يشتغل. المهم ان احنا لا نمل ولا نزهق ونفضل مثابرين على ذلك. الحاجه اللي بعد كده المهمه يا جماعه، ان احنا عايزين لما نيجي نشوف مثلا ذبذبه الالوان، الحاجه اللي هتساعدنا ان احنا نوصل للكلام اللي انا بقوله ده بسرعه، ان انا يبقى عقلي صافي، ما يبقاش عندي افكار في حاجه في المطبخ ولادي بيزعقوا وده عايز يغير البامبرز وده عايز ياكل وده عايز يذاكر، يا ماما يا بابا السؤال ده انا مش فاهمه، التيتشر قالت كذا. لازم يكون العقل صافي يا جماعه عشان نصل الى نتائج كويسه. طيب من الحاجات اللي هي الاساسيه في ايصال العقل الى الصفاء والنقاء هي ما يسمى مرحله الالفا. ما ممكن وقت مختلف يا حسين من شخص لاخر، ممكن انت عندك البيت كله بينام في الوقت ده. فمرحله الالفا دي برضو مهمه. مرحله الالفا يا جماعه تختلف من انسان لاخر. في ناس تقول لك انا اتامل او اعمل مديتيشن او اعمل يوجا عشان اعرف اوصل للالفا، لكن الفكره كلها ان انا اوصل لمرحله الصفاء. ومرحله الالفا دي يا جماعه يعني هي مرحله الدلتا اللي هي النوم، لكن المرحله اللي قبل النوم اللي هي ايه، بيبقى كده ايه الواحد مخه ايه ابتدى ايه يبقى صافي مفيش افكار عشان يوصل للدلتا. فدي في مرحله ثيتا والفا، احنا عايزين الالفا، هي التضارب بتبقى الالفا بعدين الثيتا بعدين الدلتا اللي هي مرحله النوم. فاحنا عايزين الالفا يا جماعه، نوصل للالفا دي ازاي؟ ثيتا بالثاء بالثاء. انا بالنسبه لي اقول لكم انا عملت ايه، لكن كل واحد يعمل زي ما هو عايز يا جماعه. انا كنت اقعد كده اغمض عيني كده واتخيل نفسي ان انا باعلو لاعلى، ان انا برتقي درجه وارتقي درجتين. قعدت اعمل الموضوع ده برضه 10 ايام مع بال ما عرفت اظبط عقلي، واخدين بالكم؟ يعني الموضوع مش اللي انا بقوله كده انت هتروح تعمل انا عايز الالفا تبقى في الالفا على طول، لا ممكن توصلها على طول، بس في بعض الناس ممكن تاخد بعض الوقت زي ما حصل معايا. البندول اخد وقت معايا طبيعي، بس بعد كده يا جماعه بعد يعني ثابروا في الموضوع ده في الاول، بعد كده بقى بنجري بسرعه الصاروخ، بتبقى فعلا بتعمله، هتقدروا تعملوا اشياء كثيرة جدا 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 زي ما هتشوفوا في المحاضرات القادمة. فدي حاجة من الحاجات المهمة يا جماعة، ان احنا نبقى في مرحلة الالفا ونبدأ. هتبصوا تلاقي يعني ممكن هو ناس تقول لي ده مرة يلف يمين ومرة شمال، ما عشان ممكن انت ما حددتوش في عقلكم انتوا عايزينه يعمل ايه. المهم انتوا تحددوا انتوا عايزين البندول لما يجي على اللون الاحمر لتحديد الذبذبه بيبقى لونه ايه؟ قصدي يلف ايه؟ مع عقارب الساعه ولا يعني انتوا اللي تحددوا دي. دي مهمه جدا يا جماعه ان احنا نحدد لنفسنا احنا عايزين ايه في الاول. والاهميه دي هتظهر في لما نيجي نعالج. هنا بقى نيجي نتكلم على الطاقات المختلفة. ممكن بالبندول زي ما وريتكم بنعرف ذبذبة مثلا اللون، لكن في طاقات، كل طاقة في الدنيا ليها ذبذبة. طاقة التحلية، طاقة التحلية اللي هي مثلا كلنا بنحط، يعني مش كلنا يعني من 10 سنوات كنت انا بحط سكر برضه زي بقية الناس، ولكن الحمد لله بقالي من سنة 2006 أو 9 سنوات بطلت أحط سكر وبحط بعمل طاقة التحلية. طاقة التحلية كتبت طاقة التحلية. فبعمل إيه؟ أدي الورقة وأدي البندول، أنزل البندول فيها. طب خلاص بقى دي طاقة التحلية. أجيب الكوب أو المج اللي أنا أشرب فيه
واروح عامل انا اللي لافه في البندول يا جماعه هنا بالاراده او بالعضلات في اتجاه عقارب الساعه، مع تخيل اللون الذهبي بيملا الكوب. انا لما عملت كده يا جماعه بصيت لقيت الايه؟ الشاي مستساغ. هو اللي بيحصل ايه يا جماعه؟ يعني انا بديكم بس على نفسي، يعني انا على نفسي كنت اضع 3 ملاعق سكر في كل مره، كل كوبا اشربها، وكنت بشرب تقريبا نقول ايه 10 مشروبات في اليوم، فيعني 30 معلقه سكر كل يوم. فلما عملت طاقه التحليه خلاص استغنيت عن كل الكلام ده. ولكن الفكره ايه؟ لما اللي بيشرب بالسكر لما يجي، طبعا كتير يا فات دلوقتي اقل بكتير يعني، بس انا هقول لك ليه انا بشرب كتير، لان الشاي مفيد ليا، هشرح لك الحته دي دلوقتي. لما حد متعود ان هو يشرب بالسكر يجي يشرب ما من غير سكر نفسه تجزع. يعني انا مش هقول لك ان لما نعمل طاقه التحليه هيبقى معسل ومسكر قوي زي السكر، لا، ولكن هيبقى في تقبل من عقلك للمشروب بدون ما تحط فيه سكر، هيبقى مستساغ. هي دي اهم حاجه في الموضوع. وفعلا من ساعتها لم اضع اي سكر او اي حاجه في المشروب اللي بشربه. فدي مهمه جدا يا جماعه، طاقه التحليه. وبنفس الوقت برضو يا جماعه طاقه الملح، طاقه التمليح. يعني كلنا متعودين ان احنا بنحط ملح عشان المذاق، طعمه حلو، ممكن بعد كده بتوازن الطاقه ونقل الطاقه دي هنتكلم عليها باستفاضه الجمعه القادمه ان شاء الله. فطاقه الملح دي برضو مهمه وهتكلم عليها. السبب يا فاتن انا قلت لك الشاي انا بشرب كتير ليه؟ لان انت معروف ان الشاي بيقلل من امتصاص الحديد في الجسم، مش كده؟ كلنا عارفين المعلومه دي. انا الحمد لله عندي الحديد كتير قوي، يعني القراءه اللي هي للحديد من حوالي 15 ل 16 او 17 مش فاكر، اللي هي النورمال رينج. فانا كان عندي الحديد حوالي 22، كان عالي جدا، وده الى حد ما خطر، لان هو لما يبقى عالي بيخلي الدم سميك، يبقى جريانه في الشريان، يبقى يضع حمل على القلب اكتر. فالمهم انا عملت ايه؟ طبعا بشرب الشاي، وفي نفس الوقت عملت توازن الطاقه للقراءه بتاعت الهيموجلوبين، والحمد لله في خلال شهر نزلته ل 19، من 22 ل 19. فهي كل واحد فينا يا جماعه يعني يشوف ايه اللي هو احسن له. انا بالنسبه لي الشاي يا سلام يمنع امتصاص الحديد، ابقى سعيد جدا. في ناس ثانيه عنده نقص حديد مشروب ما يشربش الشاي. فهي تعتمد على حاله كل شخص. طاقة الإبداع يا جماعة، طاقة الإبداع دي من الطاقات الجميلة جدا 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 اللي أكيد كلنا عايزينها تبقى عندنا. طاقة الإبداع في العمل، طاقة الإبداع في الأكل، عمل الأكل، طاقة الإبداع في التواصل، طاقة الإبداع في الاختراعات، طاقة الإبداع في الرياضة، في الفنون عامة، تنشيط التفكير والتدبر. يعني إحنا عايزين إيه يا جماعة؟ طاقة الإبداع دي من الحاجات الجميلة جدا، وهنتكلم عليها باستفاضة المرة الجاية. طاقة تانية، طاقة الوصول ل 65 كيلو. خلي بالكم أنا كتبت كلمة صحية، خدت بالكم؟ كلمة صحية دي مهمة أوي. كلمة صحية، لأن أنا لو ما كتبتش صحية ممكن أنزل الوزن، بس ممكن اكل غلط، يبقى عندي نقص فيتامينات، نقص معادن، جلدي يترهل، الكلى تقع، ممكن يحصل لي حاجات كتير قوي وحشه. فلازم لما بنيجي نتكلم يا جماعه في حاجات اللي تخص الصحه نربط كلمه طاقه الوصول ل 65 كيلو صحيه، سواء للتخسيس للزايد عن كده
او للتسمين لمن هو اقل وعايز يزيد وزنه. فالفكره من الامثله اللي انا بقولها دي يا جماعه لا حدود للعقل الا ما يحده لنفسه. بمعنى اخر المجال مفتوح جدا جدا جدا. نعمل يعني ما يسمى هنعمل يعني بالنسبه لناس كتير قوي يتهيأ لهم ان احنا بنعمل معجزات. ولكن كله مبني على استخدام العقل. فعندنا مثلا حد عايز يعني نشاط العقل مثلا لو قلنا كده. هكتب طاقة يعني اتكلم باستفاضة يا جماعة على نقل الطاقات المحاضرة القادمة ان شاء الله. فخلينا في بالكم دي برضو عشان ايه ما تفوتكوش المحاضرة اللي جاية ان شاء الله. يعني ايه اربع محاضرات هنتكلم هنا. يعني اول واحدة اللي هي تعريف بتوازن الطاقة والعلاج، بعد كده نقل الطاقات، بعد كده استخدام البندول العقلي اللي هو بنستخدم العقل يعني، وبعد كده بوديكم امثله تطبيقات عمليه لتوازن الطاقه. فالمره الجايه هنتكلم باستفاضه على موضوع نقل الطاقات. خدوا بالكم من الصوره دي يا جماعه. هتاخدوا بالكم ان انا عامل صوره يعني عارف يعني يا اما تاخد الصوره دي من الجروب عندي او تعملها داونلود وتعملها تطبعها على البرينتر او ترسمها بايدك. يعني مش مهم اي ايهم. يعني انا بحاول ان انا هنا اهي الصوره دي اهي. ولو تاخدوا بالكم انا كاتب اسماء الغدد في النص عشان لما اعمل عمليه الكشف برضه في نفس الوقت بكشف عن الغدد. طيب انتوا فاكرين الكلام اللي انا قلته على الالوان؟ الالوان يا جماعه الهدف ان انا عقلي يفهم ان انا بشتغل على اللون. طيب الالوان في حد ذاتها يا جماعه مش هي الهدف. انا زي ما قلت انا عايزين نتواصل مع العقل ويبقى فيه ثقه. المرحله بقى يعني اول لما تعدوا موضوع الالوان خلاص الموضوع خلص. بمعنى ايه؟ ان انا لما باجي بعالج حد بجيب البندول واحط ايه كده وبعدين اكتب اسمي على ورقه زي كده فريد محمد خطاب بدل الالوان هنزل على انا عايز اجيب زبزبه اسمي. بصوا اهو ابتدى يلف مع عقارب الساعه. يبقى العقل متظبط على فريد خطاب. طيب وبعدين اجي على الورقه دي ابتدي امشي البندول. يعني هي صعبه في الكاميرا ان انا اوريكم يا جماعه بس انا امرر الورقه طبعا هتبقى ايه كده على المكتب وابتدي من اعلى الراس وامشي بالراحه على جزء جزء العين والحواجب والانف والفم والاذن والكتف والايد والصوابع ومنطقه الصدر والكلى والكبد والفخد والرجل والركبه ولغايه اصابع القدم. واعمل نفس الشيء من الخلف اللي هي في يعني مثلا هنا بيبقى في العمود الفقري. عمود الفقري وبعدين الفخد من الخلف والركبه وهنا ادي اصابع القدم الركبه هنا. بعد ما بعمل دول برضو امرر البندول على الغدد. هتاخدوا بالكم فيها 14 غده. هي طبعا البروستاتا اللي هي اخر واحده دي مش موجوده عند الستات يعني عند الرجاله بس. ف انا كتبت الغدد ليه؟ علشان برضو وانا بكشف على الشخص اكشف على الغدد لو في خلل في اي غده بنصلحها. لو فرضنا مثلا يا جماعه ان في خلل في النقطه لو في خلل مثلا في المنطقه دي مثلا ده ايه؟ هبص الاقي البندول لو هو
يعني انا ظبطته على فريد خطاب وانا بمرر البندول فوق الرسمة، هبص الاقيه بيلف عكس عقارب الساعة. احنا اتفقنا وانا بجيب زمزمة الاسم بيلف مع عقارب الساعة، لما باجي بمرره فوق الجسم بزمزمة فريد خطاب هيلف عكس عقارب الساعة. لما هيلف عكس عقارب الساعة معناها ان في خلل في المجال الكهرومغناطيسي في النقطة دي. طيب اعمل ايه بالخلل بقى؟ ما انا عرفت ان في خلل، يبقى انا كده الكشف بتاعي حددت ان في خلل في النقطه دي. اروح عامل ايه بقى بالبندول؟ الفف انا البندول كده، واخدين بالكم؟ وفي نفس الوقت اتخيل اللون الذهبي جوه النقطه اللي هي دي. طيب اعرف ازاي بقى ان كده انا لفيت كفايه وان انا عالجت النقطه في النقطه دي في المجال؟ اجي ابعد البندول الاول، هو جه عند النقطه البندول بيلف عكس، لما هجيب البندول في جهه تانية ابص الاقيه بيلف مع عقارب الساعه. لو لقيته لف تاني عكس اعمل العلاج تاني والففه انا بالعضلات واتخيل اللون الذهبي جمله النقطه دي. في الحالة دي ابقى انا عالجت النقطة دي، وانا اطبق نفس الشيء يا جماعة على كل الجسم. تخيل ابو حسين اللون الذهبي، اللون الذهبي اتخيله يملأ هذه النقطة. اتخيل مثلا كأن في مطر او امطار او دش او شلال نازل وكل لونه ذهبي يملأ النقطة دي. فدي هو دي بالظبط طريقة العلاج يا جماعة. يا شايفين طريقة سهلة جدا. لو انا وانا بمشي البندول على الغدد لقيته لف عكس عقارب الساعة، اروح انا برضه ملففه مع عقارب الساعة وعالج الغدة، الخلل اللي في المجال بتاع الغد. اللون الذهبي يا ابو حسين هم قالوا ان هو احلى ذبذبة من ناحية الشفاء يعني. لا يا مريم، لان هي الفكره ايه يا مريم؟ زي ما تنسيش الكلام اللي قلناه في الاول يا مريم. مريم بتقول ايه؟ طب لو عملت العكس عن طريق الخطا ممكن الجسم يصاب بالمرض؟ على حسب اللي في عقلك يا مريم. ما تنسيش احنا قلنا في الاول ايه؟ مصدر حركه البندول هو عقلك. اوكي يا مريم؟ فانت لو عقلك فيه عايزه تعملي حاجه بالعكس اعمليها يعني. بس خلي بالكم يا جماعه، توازن الطاقه صعب جدا ان الواحد يعمل بيه حاجه سيئه. ليه؟ لان انا لما بتواصل مع حد ان انا بعالجه ببقى زي ما تقولوا ايه، في دايره مغلقه مع الشخص في المجال. فلو انا ارسلت شيء سيء وشيء ضار هيرجع لي، هكون انا اول المتضررين بذلك. فلا احسن ضمانة ان ايه الحاجة دي محدش يستعمله في العكس. لا رانيا، هقول لك يا رانيا، احنا الاول بنكشف بالبندول، بنلاقي البندول بيلف عكس عقارب الساعة، ده معناه ايه؟ ان في خلل في المنطقة دي في المجال في الحتة دي. وبعدين انا اللي الفف البندول في اتجاه عقارب الساعة بالعضلات والارادة وتخيل اللون الذهبي بيملى المكان. يتم علاج المجال يا رانيا مش العضو، انا ما بتعاملش مع العضو، انا مش طبيب، انا بتعامل مع المجال فقط. طيب سؤال هنا هالة حلوة، او كيف يمكن التواصل مع الفرد بعيد؟ ما هو ميزة توازن الطاقة يا جماعة ان ممكن نعمل عن بعد. بمعنى ايه؟ انا هو انا استعملت موضوع الورقه دي ليه؟ عشان اقول لكم ان ممكن مثلا اكتب اسم هاله، لو انا قاعد هنا انا مش عارف هاله فين الصراحه يعني، مش عارف لسه في اي بلد يا هاله، ولكن ممكن اكتب اسم هاله واجيب الذبذبه بتاعتها واكشف عليه اينما كانت.
انت في مصر يعني اوكي، بس مش عندي يعني. انت ممكن تكوني في القاهرة، في اسكندرية، في اي حتة يعني. اه طبعا ممكن يا اميرة. فانا قصدي ممكن نعالج حتى لو حد في القمر، هنعالجه برضه. العقل، العقل يا جماعة فيه كل ما يخطر على بالكم من معلومات كونية وعلمية، كل حاجة. العقل ربنا حط لنا كل العلم كله في عقلنا، يعني ما ننساش المعلومة دي يا جماعة. علم الكون كله موجود عندنا، ولكن الجزء اللي بيفرق اللي هو البصيرة اللي ربنا بيفتحها للأشخاص. يعني ممكن ربنا يفتح مثلا لسوزان في حاجة، ويفتح لنا في حاجة تانية، ويفتح لفاتن في حاجة تالتة، ويفتح لأنا في حاجة رابعة. دي حاجة بقى دي بتاعت ربنا بقى مش بتاعتنا. وممكن ربنا يفتح الحاجة نفس الحاجة الاثنين بس بقدر مختلف. اه طبعا يا فاتن، ما هو بصي كل حاجة بإذن الله، عشان كده انا ما بقولهاش لان دي المفروض منها. اه ماشي يا ابو حسين، مفيش خيط معين زي ما انا قلت يا ابو حسين. يعني مواصفات الخيط ان هو ينزل من ايدك سهل، هي دي الفكره كلها، ان هو يبقى سهل. يا بص انا بعمل ازاي كده، فيبقى ايه، ان هو ينزل بسلاسه بين الاصابع. اه طبعا الاستعانه بالله ده يعني حاجه مفروغ منها يا جماعه، عشان كده الواحد ما بيقولهاش. فدي يا جماعه يعني انتوا والله يعني مش عارف اقول لكم ايه. في ناس كتير قوي اتعلموا من المحاضرات وتعلموا، يعني مثلا لو في جزء فاتكم مثلا شوفوا، يعني ان شاء الله المحاضره حطوها على اليوتيوب شوفوها تاني. في ناس ناس كتير قوي علمتهم برضو عن طريق سكايب، نفتح الكاميرا مع سكايب وورينهم اللي انا بوريه لكم ده دلوقتي. في ناس كتير اللي في القاهرة بيجيلي المنزل واقعد اوريهم نفس الكلام برضو، والحمد لله ناس كتير قوي نجحوا في ذلك وبدأوا يعالجوا الناس. بص يا مريم ما تدوريش على اسباب، انت الهدف، الهدف من اللف في اتجاه عكس عقارب الساعة انك تعرف ان في خلل، ملوش هدف اكتر من ذلك. فاهم قصدي؟ اه طبعا يا ابو حسين، ما هو مش الدكاترة اللي هيحاربوني، شركات الادوية، واخد بالك؟ عشان كده الواحد بيبقى حريص في كلامه. يعني انا ما بعالجش العضو، انا بعالج المجال الكهرومغناطيسي فقط، لان يعني ممكن يبقى في مساءله قانونيه في بعض البلاد زي بلادنا يعني. في امريكا واوروبا الدنيا مفتوحه، عالج زي ما انت عايز. اميره بتسال معلش انا اقدر اعالج تساقط الشعر بالبندول؟ ايوه ممكن يا اميره طبعا. ما هي الفكرة اللي أنا بقوله إيه يا جماعة؟ إحنا بنجيب الصورة دهيت أو أي حاجة معبرة عن الجسم وأمشي الأول، أحصل على ذبذبة الشخص سواء أنا نفسي أو اسم حد تاني وأمشيه فوق الصورة دي، لأن ممكن يكون تساقط الشعر، الخلل مثلا يكون موجود في الأرجل. يعني ليس شرطا إن خلل تساقط الشعر يكون في الرأس، ممكن يكون في أي مكان. عشان كده بالنسبة للأمراض بنكشف على المجال كلية من الأمام والخلف، ونكشف على الغدد. ممكن حاجة تانية يا جماعة، يعني عشان يعني حاجة تانية مهمة جدا وكويس إنك سألت يا أميرة. في عارفين يا جماعة كتب التشريح ده مكتوب عليه هيومن اناتومي؟ ليه علم التشريح؟ يعني بص، يعني مثلا لما احنا هنا بنتكلم على يعني
يعني مثلا بصوا دي هنا، بصوا الصورة دي، ده شكل الكلى. لو حد عنده مشكلة في الكلى، ما انا الاول هعمل ايه؟ هجيب ذبذبة الشخص بالبندول، وبعدين بدل ما امشي البندول على الصورة اللي قدامنا دي، امشيه على الصورة دي، هيبقى عندي دقة اعرف بالظبط فين في الكلى المشكلة وعالجها. يعني انا والدتي الله يرحمها من حوالي نقدر نقول 11 سنة جالها سرطان، وبعد ما عرفت ان جالها سرطان عن كتاب، الكتاب ده هو بالظبط، الكتاب ده هو كشفت عليها كلها وكل الاعضاء لغايه لما وصلت للخلل في جسمها وعالجت والسرطان راح. وفي نفس الوقت يا جماعه، انا اخويا طبيب جراح تجميل في امريكا، الكلام ده حصل في امريكا، فضلوا الله يرحمها شكرا لي، ان هم فضلوا يبحثوا عن السرطان، في الاخر يعملوا لها تحاليل كل شويه، تحاليل تحاليل تحاليل. فقلت في الاخر لاخويا، قلت له يا ابني كفايه، حرام مش كل شويه تحاليل، سرطان اختفى خلاص مفيش. فالمهم في الاخر اقتنع وترك الموضوع يعني. بس طبعا الطبيب ما بيعقلش الكلام اللي احنا بنقوله هنا. ولعلمكم برضو يا جماعه، التوازن الطاقه دي من ايام قدماء المصريين. فالكتب اللي هي الهيومن بودي او الاناتومي او كتب التشريح هتلاقوها. يعني انا بالنسبه لي هنا اكتشفت في القاهره ارخص مكان اشتري منه كتب التشريح اللي هي المكتبات اللي موجوده جنب كليات الطب. اخش كليه الطب، ادخل يعني المكان وادور على المكتبات اللي جوه، اقول لهم عايز كتاب التشريح بتاع سنه اولى، هيديني الكتاب بأي كان سعره، هيبقى ارخص من المكتبات. فدي من الكتب اللي صراحة يا جماعة يعني جميلة ومفيدة، إلى جانب إنها أولا بتزودنا علم، بنعرف حاجات أكتر، إلى جانب إن إحنا بنقدر الدقة في التعامل مع المرض بتبقى أكتر. يعني مش عارف أميرة ولا مين اللي اتكلم على تساقط الشعر، لما هتيجي للشعر هنا في الكتاب هتبص تلاقي بيجيب لك الشعر بينبت منين، فانت ممكن تكشفي على داخل الراس، داخل فروه الراس على حته الشعر. لا اقول لك حاجه، ما هو مريم هنا بتقول ايه؟ كل الامراض يمكن علاجها، اما الامراض الناتجه عن خلل في المجال المغناطيسي او اشعاعات الضاره فقط. لا يا مريم هقول لك حاجة، كل الأعراض كل الأعراض تبدأ بخلل في المجال الكهرومغناطيسي. لو احنا ما صلحناش الخلل يزيد العرض، ولما يزيد العرض يوصل لمرحلة المرض. فكله مبني على المجال الكهرومغناطيسي. لو المجال الكهرومغناطيسي في خلل، تضعف طاقة الجهاز الشفاء الذاتي، يضعف، يتمكن المرض والعرض مننا ونذهب الى الطبيب او نذهب لمعالج او ايا كان. فهي كل الامراض وكل الاوجاع اصلها خلل في المجال الكهرومغناطيسي. يعني انا مبسوط انك انت سالتي السؤال ده يا مريم عشان نوضح النقطة دي. فدي نقطة هامة جدا يا جماعة. طيب بصوا بقى، دي اللي هي ايه؟ الخريطة الجينية، الجيناتيك ماب. في بعض الأمراض يا جماعة بتبقى وراثية. يعني مثلا التخلف العقلي، السكر، بعض الأمراض بتبقى غير أمراض اللي هم حفظنا، أمراض تانية كتير قوي. بتبقى موجودة في الجينات بتاعت الشخص. عالم الوراثه ده موضوع كبير قوي يا راجل. فالجينيتك ماب دي انا حصلت على الصوره دي ازاي؟ رحت على جوجل وكتبت جينيتك ماب،
واستهوتني الصورة دي، لكن الأشكال كتير قوي، واتبعوا أي شكل يعجبكم يعني، مش مهم الشكل يعني. وبعدين أنا عملت لها، بصوا عملت لها إيه، فرنت أبيض وأسود، مش محتاجة تبقى بالألوان. وزي ما عملنا في الصورة الأولانية في منه عربي طبعا يا منى، يعني ممكن هنا انا عايز اجيب زبزبة فريد خطاب، اوكي على الكارت بتاعي اهو، او اي اسم، واخدين بالكم؟ وبعدين ابتدي اكشف على الورقة دي، امرر البندول في الجزء ده كله كده، ومن هنا الجزء ده كله، امشي حتة حتة كله كله. نفس الحكايه يا جماعه، لما الاقي البندول بيلف عكس عقارب الساعه يبقى في خلل في المجال بتاع الدي ان ايه، في خلل في الجينات. لما الاقي في الخلل اصلحه، زي ما قلنا بنصلح في الورقه الثانيه المجال ازاي، بنلف في البندول مع عقارب الساعه مع تخيل النور ده بيملا النقطه اللي فيها الخلل. احنا يا رانيا بنعمل تعديل في المجال مش في الجينات. يعني مثلا موضوع الجينات دهوت او المجال بتاع الجينيتك ماب مهم جدا. ليه؟ لان في امراض يا جماعه بتظهر عند عمر معين، فانا مفروض كل سنه مثلا اعمل لنفسي، اكشف على نفسي على الجينيتك ماب دي لتفادي اي شيء بيحصل او بيتم او يبقى جديد او يظهر في الجينات قبل ما يظهر في الحقيقة. فدي مهمة جدا يا جماعة ان احنا ايه نخلي بالنا عليها. ايوه حسين، ممكن طبعا علاج كشف وعلاج الكوليسترول، هنتكلم عليها دي في المحاضرة الرابعة ان شاء الله. يا محمد، لما بنيجي ننزل البندول عشان لتحديد الذبذبة بيلف في اتجاه عقارب الساعة، في اي اسئله يا جماعه على الجزئيه دي اللي احنا يعني اللي وصلنا له لغايه المرحله دي؟ اللون الذهبي يا منى هو بالابحاث وجد ان هو اعلى ذبذبه علاجيه. وهنا هقول لكم حاجه يا جماعه، يعني في بعض الناس تقول لك انا ما بعرفش اتخيل، مش عارف اشوف اللون الذهبي بالبصيره. مش لازم تشوفيه بالبصيره، ممكن هي المهم كل النيه يا جماعه. احنا بنتكلم على استخدام القلب والعقل، وممكن القلب والعقل هما واحد، احنا بنشاور هنا على اساس المخ اللي هنا، لكن الله اعلم القلب فين، محدش يعرف هو فين. فالله يخليك يا ليلى، شكرا. فنخلي بالنا يا جماعه من الحته دهيت، احنا كل اللي احنا بنعمله احنا بنستخدم عقلنا، هي دي الميزه الكبيره، ان احنا ندرك ان عقلنا فيه قدرات لا نعلمها. حتى بصوا بعد كل اللي انا بقوله لكم ده وكل الحاجات اللي انا عارفها وبعملها، في حاجات لسه ما اعرفهاش، وبارجو من الله ان يفتح عليا باشياء بقدرات اخرى. فدي طبعا يا جماعه دي حاجه يعني صعب ان الواحد يقول ربنا هيفتح علينا بايه. كل اللي انا نعمله ان احنا نسعى، مش اكتر من كده. يعني هو ده اللي نعمله يعني بالظبط كده يا فاتو، وما اوتيتم من العلم الا قليل، مهما نعرف ما نعرفش حاجه برضه. الله اعلم يا منى، يعني ما اقدرش اسمي نفسي من العارفين يعني. يعني ربنا يفتح علينا كلنا. فتوازن الطاقه يا جماعه جميل جدا جدا جدا. في اي اسئله؟ ابو حسين، علاج الخوف عند الاطفال بارك الله فيك. طبعا ممكن يا ابو حسين،
بص، ما هو توازن الطاقة بيعالج كل الحالات النفسية والعضوية. يا دنا جميعا يا فاتن، الله يخليك، عفوا يا بني. فالخوف ده ممكن حالة نفسية. انت لو عالجت مجال ابنك وكشفت على المجال زي ما احنا عملنا كده ولقيت مناطق خلل صلحتها، هتبص تلاقي ابنك هيبطل الخوف. وهنتكلم المرة الجاية ان شاء الله على نقل الطاقات، فدي خليها في بالنا يا جماعة. نجاحات زي ما قلت لكم توازن الطاقة، بنعالج السرطان، بنعالج حصل كده، أورام الثدي، آلام المفاصل، عالجت خيول، عالجت طيور، عالجت نباتات. لما بنعمل توازن الطاقة للنبات بيبقى فيه نمو أحسن. ممكن يا رانيا طبعا. فهي أهم حاجة قبل ما أنسى، إحنا لسه ما خلصناش يا جماعة، بس قبل ما أنسى شكرا ليكم كلكم، شكرا حاضرين والمشاهدين وإدارة القاعة وأصحاب القاعة وكل من ساهم إن إحنا نكون كلنا موجودين. فهو ده محصلة المحاضرة النهاردة يا جماعة، ويعني أرجو إن يكون المعنى وصل، وتفضلوا بالأسئلة. هذا بتقول ممكن على الطريقة اللي كتابتها. لا ما هو بص يا هالة، يعني الأحسن إنك أنت في الحالة دي تكشفي على المجال كله. يعني الأحسن إنك تكشفي على المجال. الله يخليك يا موسى. العفو. العفو يا إيمان. لا مش فاهم قصدك ايه يا محمد. عرض الخطوات مكتوبة. بص يا هذا، الصورة دي موجودة في الجروب عندنا او ارسميها انت، يعني اي حاجة ممكن يا جماعة. خطوات الكشف على الذبذبة. حاضر حاضر يا محمد. احنا قلنا بنعمل ايه يا محمد؟ بنجيب البندول اللي هو خيط، وبحط كل الايه الخيط في راحة اليد، وبعدين اجيب لو انا بقى يعني عايز اكشف على اللور مثلا، اللور الاحمر، اللور الاحمر او اسم، واخد بالك يعني دي او دي، وشوف البندول يبقى هنا ازاي عامل كده في الاول، واحطه فوق الورقة، وابتدي انزل البندول سنه سنه لغايه لما تبص تلاقيه لف. يبقى دي الذبذبه بتاع النور الاحمر، او ذبذبه الانسان اللي انا هعمل عليه العلاج او كشف والعلاج. لا المسافه ما تفرقش يا ابو حسين، يعني ممكن تبقى مسافه مثلا 20 سنتي. انا بس بقربهم قوي هنا عشان يظهروا في الكاميرا. لا هي يا امير، احنا الاول بنحط اسم الشخص ليه عشان نحصل على ذبذبته، نحدد بدل، احنا قلنا في الاول بنحدد الالوان، وبعدين نقدر بعد كده ان احنا لما ننجح في الالوان هنقدر نحدد ذبذبه الشخص. لما احدد ذبذبه الشخص همشيها فوق الرسمه. لما انا ابص الاقيه بيلف عكس عقارب الساعة، انا اللي حركه بقى في اتجاه عقارب الساعة. مع تخيل النون الذهب يا جماعة، وما ننساش مرحلة الالفا، مهمة جدا. الهدف من الالفا اللي هو النقاء والصفاء العقلي. طبعا زي ما قلت اشكركم جدا.